طلاب، في هذا المقطع راح نتعرف على أول بارت مكون للإليمنتري كانال اللي هو الأورال كافيتي اللي هو تجويف الفم. بالحقيقة الأورال كافيتي مؤلف من الماوث اللي هو نفسه تجويف الفم and its structures، وتراكيب أيضا تتواجد ضمن الأورال كافيتي. هذه التراكيب المتواجدة ضمن الأورال كافيتي أو الماوث include نعرف tongue, teeth, salivary glands and tonsils، اللوز، الغدد اللعابية والأسنان واللسان. بالنسبة للأورال كافيتي، تجويف الفم is divided into، تجويف الفم مقسم إلى منطقتين مثل ما تلاحظ وياي هنا. أنا هذا فد أورال، رسم توضيحي للأورال كافيتي. الأورال كافيتي divides into two regions، إلى منطقتين اللي هي نطلق عليهم الفيستيبيول اللي هو الدهليز and oral cavity proper، وتجويف الفم الحقيقي. بالنسبة للفيستيبيول اللي هو الدهليز، is the space، يمثل is the space between the lips, teeth and cheeks. الفيستيبيول الدهليز هذا السبيس الموجود او المحصور ما بين الاسنان والشفاه، اللبس اند تشيكس والتشيكس الخدود نقصد بها، فهذا السبيس او هذا الفراغ. اما الاورال كافيتي، الاورال كافيتي بروبر، تجويف الفم الحقيقي، لايز بيهايند ذا تيث، يكون الموقع مال الاورال كافيتي بروبر، تجويف الفم الحقيقي، لايز behind the teeth، يقع خلف الأسنان. وطبعا هذه الأورال كافيتي بروبر يكون باوندد، محاط أو مطوق باي هارد أند سوفت بلت سوبيريرلي، من الأعلى. بالنسبة للأورال كافيتي بروبر اللي هو تجويف الفم الحقيقي، من الأعلى يكون محاط أو مطوق بالهارد أند سوفت بلت اللي هي الصفائح الصلبة والمرنة. طبعا هذه الهارد والسوفت باليت ذكرناها سابقا، ذكرت لك انه الروف اوف ماوث اللي او الماوث روف اللي هو سقف الاورال كافيتي او سقف الماوث، مقسم الى تو ريجنز، الى منطقتين. انتيريور ريجن، منطقة امامية نطلق عليها الهارد باليت اللي هي صفيحة قوية او منطقة قوية، لانه تركيبها يكون عبارة عن بونز عظام. و posterior region، منطقة خلفية نطلق عليها السوفت لأنه تركيبها يكون كارتليج. فإذا من الأعلى مطوق الأورال كافيتي بروبر، مطوق أو محاط بالهارد أند سوفت بلت سوبيريرلي من الأعلى، أند inferiorly ومن الأسفل bounded by tongue and four of the mouth. من الأسفل، من الأعلى بالهارد أند سوفت بلد، من الأسفل مطوق أو محاط بالتونج باللسان، والفور أوف ماوث اللي هي أقصد بها أرضية الماوث أو الأورال كافيتي. إذن هذول المنطقتين. بالنسبة للأورال كافيتي أيضا يكون lined by oral mucosa، أيضا يكون مبطن بميوكوزا، بطبقة مخاطية. هذه الطبقة serve as barrier، طبعا تكون تمثل فد حاجز between the external environment of oral cavity and internal environment of surrounding tissues. هذا البارير يكون فد حاجز ما بين البيئة الخارجية للأورال كافيتي، يعني شنو موجود من فود، طعام أو مادة غذائية تدخل، والبيئة الداخلية أقصد بها التيشوز المجاورة للأورال كافيتي لهذا التجويف. بالنسبة للتونزلز مثل ما تلاحظ اللي هي اللوز مثل ما تعرفها، التونزلز تعتبر aggregation of lymphatic nodules. هذه اللوز تعتبر تجمع للعقيدات الليمفاوية، تجمع لعقد أو عقيدات ليمفاوية تتجمع، طبعا clusters هذه يعني تتجمع أو تتموضع بمكان معين.
clustered around the posterior opening of oral and nasal cavities. هذه الليمفاتيك نودولز، هذه العقيدات ألاحظها تتجمع عند الفتحات البوستيرير، يعني الفتحات الخلفية، البوستيرير اوبننج، الفتحات الخلفية لتجويف الأنف والفم. فوظيفتها التونزلز مثل ما تعرف ذكرت لك اياها ضمن الليمفاتيك سيستم، وظيفتها اميونولوجيك، وظيفتها ديفنس، دفاعية، يعني تحرس الجسم او تحرس القناة الهضمية من اني انتيجين اور اني هارمفول سبستانس، اي مادة ممكن تكون مؤذية. فهذا الأورال كافيتي بشكل مبسط. السلايفاري جلاند راح نتناولها فيما بعد ضمن الأكسسوري أورجان، ضمن الأعضاء الملحقة أو الإضافية. بالنسبة للتونغ على اعتباره هو أيضا من ضمن أجزاء الأورال كافيتي، من ضمن التراكيب المكونة للأورال كافيتي. التونغ مثل ما تعرف is muscular organ، يكون تركيب عضلي. نوع المزلز المكونة إليه هي skeletal muscle، عضلات هيكلية. طبعا هنا ذكرت لك projecting into the oral cavity from its inferior surface، يعني منبثق أو يعني مكان خروجه أو مكان انبثاقه يكون من ال from its inferior surface، يعني من السطح الخلفي أو يعني من الجزء الخلفي للأورال كافيتي، من خلف المنطقة الخلفية للأورال كافيتي. بالنسبة للمزل of tongue، هذه العضلة المكونة للتونغ اللي هي skeletal muscle arranged in bundles، يعني مرتبة بشكل حزم. هذه الحزم لاحظها run in three planes، هذه البوندل of skeletal muscle أيضا الترتيب مالته يكون بشكل 3 planes، ثلاث مستويات. هذا الارنجمنت مال هذا الارنجمنت للمازل فايبرز، للالياف العضليه اللي هي سكيليتال فايبر، الياف عضليه هيكليه او الياف هيكليه. This arrangement of muscle fibers، ترتيب هذه الفايبرز بشكل 3 planes، بثلاث مستويات، الى فائده جدا مهمه، وهو allows enormous flexibility in the movement of tongue، راح ينطي فد مرونه هائله، فد مرونه جدا عالية علماً، أو تسمح للسان بحركته، حركته بصورة سهلة أو بمرونة. تمام، فترتيب هذه المازل فايبرز، الألياف العضلية، ترتيبها بثلاث مستويات مرتبة بشكل باندلز. هذه الباندلز تكون بثلاث مستويات الترتيب مالتها ضمن التونغ. هذا راح يسهل مثل ما ذكرت لك، ينطي فد مرونة عالية لحركة اللسان، ينطي مرونة للسان انه ممكن نحركه بسهولة. تمام، وهذا راح ينطيني يعني سهولة حركة التونغ، سهولة حركة التونغ ايضا هذا فشي جدا مهم، يعتبر essential to human speech، هذا يسهل عملية او يسهل طريقة السبيك اللي هو الكلام، as well as to its role in digestion and swallowing، ايضا بالاضافة الى وظيفته الاساسية، يعني حركة التونغ راح تساعد بعملية الدايجستشن اللي تتم ضمن الأورال كافيتي، والسوالوينج بالنهاية اللي هو الابتلاع، عملية الابتلاع.